النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. النهارده هنعمل تريلر رياكشن جديد، وهو تريلر رياكشن على فيلم باتمان. لسه نازل من يومين التريلر، كان فيه اللي هو كانوا عاملين دي سي فاندوم، كان نازل على النت واعلنوا على كميه تريلر واعلنوا على كميه معلومات لافلام كتيره جدا. كان منها اعلان او التريلر بتاع باتمان، وكان في كمان التريلر زي كده مشاهد اولى من فيلم سويسايد سكواد، واعلنوا كمان على التريلر 2 بتاع وندر وومن، وكان في شويه حاجات تانية كتيره بس مع الاسف مش فاكرها. وكان في تقريبا المشاهد الاولى من بلاك ادم طالعين الكاركتر بتاعه اللي هيبقى دوين جونسون ذا روك. طبعا هيبقى في كميه تريلر رياكشن هتتعمل بعد الحلقه دي او مع الحلقه دي. هيبقى في ده بتاع باتمان، وهيبقى في بتاع وندر وومن التريلر 2، وهيبقى في الاعلان اخر اعلان بتاع فيلم تنات. وفيلم تنات مفروض ان هو هينزل بكره يوم الاربعاء يوم 26/8. في كمان نزل الاعلان بتاع جاستس ليج اللي هو سنايدر كات. المفروض الفيلم اللي هو هينزل هيبقى 4 ساعات، هينزل تقريبا على اتش بي او ماكس. فيلم ذا باتمان هيبقى معانا روبرت باتنسون، هو اللي هيعمل باتمان او سلاش بروس وين. انا من محبين روبرت باتنسون جدا، وبحب تمثيله ومقتنع بموهبته. ناس كتيره جدا شايفه روبرت باتنسون في ظل توايلايت، بس مش شايفاه في اي حاجه في توايلايت. عمل افلام كتيره جدا كويسه، وواحد من اخر اعماله اللي كانت بجد حلوه وعجبتني انا شخصيا كفيلم وكتمثيل هو فيلم ذا لايت هاوس اللي كان مع ويليام ديفو. ومعانا كمان زو كرافيتس هتبقى هي كات وومن، ومعانا كمان كولين فارل هو اللي هيبقى بينجوين، وفي كمان بول دانو هو هيبقى ريدلر، وهيبقى في كمان بيتر سكارسجارد، وفي كمان معانا اندي سيركس هو اللي هيبقى الفريد، وهيبقى في كمان معانا جيفري رايت هو اللي هيبقى جيمس جوردن المحقق جيمس جوردن، وهيبقى معانا كمان كون اونيل. هيبقى في معانا شوية كاست لذيذ، ومن اخراج مات ريفز ده اللي كان عامل دون اوف ذا بلانيت اوف ذا ايبس، وكان عامل وور اوف ذا بلانيت اوف ذا ايبس ولات مي ان وحاجات كتيره جدا، ومن كتابه بيتر جريج ده اللي كان عامل كتب فيلم ذا تاون، وكان عامل ذا هانجر جيمز، وكان عامل باد بويز الاخير باد بويز فور لايف، كان عامل هانجر جيمز تقريبا الاخير اللي هو ممكن جي بارت 1 وبارت 2 على ما اعتقد. يعني متحمس جدا ان انا اشوف التريلر صراحه، لان التريلر يعني اكيد وش هيبقى حلو، وده بكل تاكيد. غير ان هو هيبقى حلو، انا كمان انا بحب عن نفسي روبرت باتنسون، وهموت واشوف ان هو يبقى موجود في الدور بتاع بروس وين او باتمان بمعنى الاصح، وحاسه ان هو هيبقى دارك قوي، معرفش ليه يعني. التوقعات الاولى للتريلر معرفش هشوفها دلوقتي، هتفرج معاكم دلوقتي على التريلر لأول مرة، أتمنى إن هو يعجبني وما ينزلنيش لتحت. بس هشوف معاكم دلوقتي التريلر لأول مرة، يلا بينا نتفرج على التريلر لأول مرة بتاع فيلم ذا باتمان، يلا بينا. From your secret friend. Let's play a game, just me and you. To be. I'm vengeance. This guy's crazy. How am I part of it? You'll see. اوكي يا جماعه، التريلر فشيخ بكل ما تحمله الكلمه يعني. معرفش ليه المشهد اللي في الاخر ده فكرني بفيلم اسمه ذا كرو تقريبا، كان بتاع فيلم بتاع ممثل اللي هو ابن بروسلي.
اللي كانت قتل في الفيلم حسيته نفس التعبيرات الوش، ما اعرفش ليه يعني حسيته نفس الميك اب ستايل وبتاع. عجبني اول حته اللي قلع فيها الماسك، اول مره اشوف باتمان وهو بيقلع الماسك، ما خدتش بالي ان كان موجود في اي فيلم تاني. كولين فارل ما شفتهوش في الفيلم في التريلر يعني في بينجوين تقريبا، على ما اعتقد هو اللي كان الراجل التخين ده بس مع الميك اب هو مظبطينه يعني. عجبني اول التاتشات بتاعه ريدلر اللي موجوده في الفيلم، وحتى في الاخر علامه استفهام بتاعه ريدلر. لا شكله هيبقى فيلم فشيخ بصراحه، وهيبقى شكله فيلم حلو. وانا كنت متوقع ان فعلا روبرت باتنسون هينيل الدور ده، وانا يعني استيل عنده توقعي زي ما كنت قايل، وهيعمل الدور بتاع بروس وين اكتر من باتمان. عجبني قوي البانش لاين بتاع اي ام فينجنس، يعني البانش لاين بصراحه تقيل يعني. انا مش عارف هو تقريبا باتمان لسه في مرحله التكوين على ما اعتقد يعني. حتى كات وومن لو اخدتوا بالكم مش نفس الكوسبلاي اللي هي لابساه بتاع كات وومن اللي احنا عارفينه، حتى كانت لابسه ماسك عادي جدا شبه الماسك الحراميه ومخرمه الحته دي. ف فيلم شكله هيبقى حلو، وشكله هيبقى دارك قوي، واحب نوعيه الحاجات بتاعه الدي سي دي قوي. اتمنى الفيلم ده يعلي من مكان الدي سي شويه، لان افلام دي سي زي ما كنت بقول افلام راحه في 60 ده. هي مفيش غير شازام تقريبا اللي عجبني لحد دلوقتي، ما شفتش اي حاجه فعلا تشد فعلا الواحد في عالم دي سي سينمائي يعني. بس ترقبي بالنسبه للفيلم ده هو 9/10. فعلا متحمس للفيلم ده، هينزل السنه الجايه في 2021. بس ما عنديش اي حاجه ثانيه اقولها على الفيلم. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيلم قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل الثانيه اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. وما تنسوش تعملوا لايك وفولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.